السلام عليكم، عدنا تاني اليوم. الحين نتكلم على البيج شيفت ان ذا ايكونومي، الفاليو بروبوزيشن حنتكلم عليها. شيفت سبسكريبشن بيس بزنس موديل كلوزلي لينك تو ذا ترند توورز ديجيتال برودكت اور ديجيتال اوجمنتد برودكت از ذا شيفت تو سبسكرايب بيس ريفينيو موديل سبلاير سبوتيفاي اند نتفليكس providing a 100% subscription based model. يعني لو بدك تشترك مثلا في قناة أفلام، بدك تشترك في مجلة، بدك تشترك في جريدة، هذه بتعمل subscription، يعني أنت بتدفع رسوم شهرية أو يومية أو أسبوعية أو سنوية لخدمة بتتلقاها بشكل معين. بدون هذا subscription ما بتجيش. مثلا لو بدك تتفرج على مباريات كأس أوروبا أو مباريات الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي، بدك تشترك في هذه التشانل عشان تعطيك الخدمة هذه. فهذا shift to subscription based business model. الآن shorter product life cycles، إيش اللي صار عندي؟ influences both adaptation or adoption times and product life cycles. The pace at which new product are adopted, number of years until the X version penetration has been reached increases. الفون لاينز سمارتفونز، يعني طلع عندي زمان كانت تكنولوجيا التليفونات ما كانش كثير فيها تغير في فترات، يعني كان التليفون عندك يقعد 10 سنين 15 سنة لما تيجي نسخة معينة جديدة أحدث منها. الآن تقريبا كل شهرين بطلع عندك نسخة جديدة للسمارت فونز، في حاجات تطورات جديدة. فالعمر لهذا اللي بسميه اللايف سايكل صارت شورت قليلة. يعني الآن على لو عندك تليفون سمارت فون خلال سنتين ثلاثة بصير أوبسليت، يعني ملوش قيمة، بينما زمان التليفونات كان اللي بتشتريه بقعد عندك الحياة. نفس الشيء الآن تتكلم على البرودكت الثاني، سواء الثلاجات الغسالات، يمكن العمر الافتراضي أطول بس العمر مقارنة بالنسخ القديمة جدا، لا العمر الافتراضي صار قصر فيها. بتتكلم على خلينا الكمبيوترات نفس الشيء، كل الحاجات الحديثة اللايف سايكل تبعتها صارت إيش؟ shorter. from position to use, digital product like streaming music need not to be owned in order to be used. Consumers are moving from ownership right to access right, often in subscription-based model. Market disruption comes from a new platform who don't have the assets themselves. يعني حاليا زمان كنت لو بتتفرج على فيلم بدي اروح على الفيديو ستور اتأجر الفيلم او اشتريه يكون معي بإيدي وأحطه بالفيديو وأتفرج عليه. الآن بدي أتفرج على شيء بقدر أدخل على أي محطة، وأي واحدة من هدول بقدر أعمل سبسكريبشن، يعني مش لازم الحاجة تكون في إيدي فيزيكلي عشان أشوفها. الآن ديجيتال برودكت هي حاجة فيرتشوال، أنت بتشوفها افتراضية وبتقدر تستخدمها في هذا الجانب. ألترا بيرسوناليزيشن برودكشن بارادايم was based on mass production of identical product. New digital technologies like 3D printing allow ultra personalization of the product. زمان كان الحاجة بيعملوها بنجوها وهذه للعموم للكل نفس الشغلة. الآن لا، صار أنا بدي شغلات يمكن مش بتخصني بتخصش غيري، يعني بقدر هاي. فعلى سبيل المثال لو انا بدي استخدم 3D برينتر بقدر احط اي حاجة بدي اياها واعمل موديل اللي بخصني، بدي احط الانيشال تبعاتي بحطها، بدي اعمل اي حاجة تعملها. هذه من البيج شيفت تبع الايكونومي اللي بنتكلم عنه في هذا المجال. طيب ايش كمان بنتكلم على big shift in the economy, key activities and key resources. Manual work is automated, robotized, no human error, 24 hours a day, 7 days a week operation and lower cost.
الآن الأتمتة عملت لي عدة شغلات. الأتمتة الآن صار يستخدم الروبوتات لتعمل بدل الإنسان، فهذه الإنسان ممكن يخطأ، ممكن يسرح، ممكن يسوي. الأتمتة تلغي عملية الخطأ، وبعدين الإنسان في بده يروح ينام، بده يروح يرتاح. الروبوت مش ضروري هذه الشغلة، فصار متاح عمليا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، وفي نفس الوقت فيش أي أخطاء بشرية، والكوست نزل. هذه A process become data-centric, the ability to make evidence-based decision-making. يعني الآن صار لو أي قرار بدي إياه بالنسبة إلي مبني على بيانات موجودة. يعني أنا بدي أنتج منتج جديد أو بدي أغير المنتج الجديد، بدي يكون عندي دليل إنه الناس اللي حتستخدمه إنه بتقبل فيه وهي طلبه. يعني بتفرق هذه الشغلة، لأنه أنا بمشي على حسب الأرقام اللي بتقول لي، مش بحسب الإحساس، حسب الأرقام. From push to pull, traditionally business created multi-year business plan. هذا البوش أبروتش. عادة في الماضي دائما عندهم بسموها البزنس بلان أو الاستراتيجيك بزنس بلان. هذه عادة بتبقى استراتيجية لخطة عمل يعني من 3 خلينا نقول 10 سنوات. هذا بنسميه البوش ابروتش. الآن الديجيتال ايكونومي ريكوايرز ا ديفرنت بول ابروتش. ايش البول ابروتش؟ البوش اللي عندي ايش؟ بزنس بلان فور مالتي يير. طب البول ابروتش able to put the right people and asset in place with shorter lead time. يعني بتحط الانسان الصح في الانسان الصحيح في المكان الصحيح بوقت قصير جدا. هذا بنسميه ايش؟ البول ابروتش. فالبول ابروتش هو يوتلايز انه ما يشتغلش على المالتي يير بزنس بلان، لا بيشتغل انه انا في عندي حاجة لشغلة بجيب الإنسان اللي بيقدر يقومها، وبجيب وفر المواد الخام والتجهيزات اللي بتلزم في وقت قصير جدا. وهذا صار إيش؟ البول أبروتش، اللي هو بيعطي دافع وبيسرع من حركة الاقتصاد. موبايل بروسيسز the disruptive effect of this is the ability to make complex and time consuming processes simpler and faster. عادة الآن أنا لما نتكلم عليها الموبايل بروسيسنج، أنا مش ضروري حتى الآن يكون يعني أعمل معالجات للبيانات عندي، ممكن أبروتش، يمكن في مناطق أخرى، يمكن بأجهزة مش مركزية يعني مربوطة، بأجهزة فرعية. فهذه عملت لي يعني complex and time consuming process صارت simple and fast. More efficiency to fast learning. Be able to adapt product and service quickly in order to stay ahead of the competition. وهذه مهمة جدا. ايش هي؟ انا بدي اقلم المنتج تبعي والخدمات بسرعة، بحيث انه قبل ما الناس المنافسين يصل لهذه المرحلة انا بكون وصلت ايش قبلهم لهذه المرحلة. Big shift in the economy, key partner. مين الشركاء اللي عندي؟ The new landscape is characterized by two trends, concentration and fragmentation. The concentration, التركيز، والفragmentation الإيش؟ التجزئة. فإحنا بدي حاجتين، بدي concentration وبدي الفragmentation بشكل عام. طيب both are taking place at the same time and are reinforcing each other. يعني التنتين بيشتغلوا مع نفس الوقت وإيش وبدعمن بعضهم في هذا المجال. مثلا concentration is the trend towards relatively few very large players that provide infrastructure platform and services supporting many fragmented niche player can only compete with scale and scope, apps, store, cloud computing, social media, payment platform اللي عندي. الآن concentration كل الناس بتتخصص في حاجات معينة. هذا إيش اللي بيصير فيها؟ شركات كبيرة أنت بتقدرش تنافس هذه الشركات. الشركات زي الكلاود كومبيوتينج،
زي الانفراستراكشر بروفايدر، شركات الاتصالات، الموبايل كومبانيز، المصانع الكبيرة، هذه البنوك، هذول. يعني انت بتتكلم على حاجات كبيرة وكل واحدة متميزة بشغلة معينة. الآن fragmentation, each entity has a small addressable market often focused on a niche, يعني جزئية بسيطة. هدول ايش بتخصصوا في حاجات معينة، يعني بيجي بتخصص مثلا لو انا بدي اطلع عليها، خلينا نطلع فيها الان مثلا شركات السيارات، لو بدك تصلح كل شيء، بتاخذ السياره بتصلح كل شيء. الان في ناس بتقول لك لا، انا بس متخصص مثلا في شغل الكربوريتر، او خلينا الفيول انجكشن، انا متخصص مثلا في الستيرنج، انا متخصص في العجال، انا متخصص. فهدول ايش صار، كل واحد متخصص في شيء معين. فهدول يعني لهم سوق وهدول لهم سوق. هذا احيانا جزئيه الكونسنتريشن، لو بده شغله ممكن يروح يوديها لتبع الفراجمنتيشن، او يطلب الخدمه من الفراجمنتيشن. فالنتش اللي هي كل واحد بده يلاقي جزئيته في السوق عشان تزبط معه الامور في هذا المجال. ناخذ بريك وكمان شويه بنرجع نكمل في باقي الإلمات. إذا بتلاحظوا احنا بنشرح المودل تبع الكانفاس اللي حكينا عنه في البداية.